بسم الله الرحمن الرحيم. الفورير سيريز يا شباب، اول حاجه بس كده عشان خلينا مع بعض ماشي. بيجي يقول لك مثلا فايند ذا فورير سيريز اكسبانشن اوف ذا فانكشن، وديك رسمه زي دي كده. اول حاجه ايه الفورير سيريز دي؟ الفورير سيريز باخد شكل اهون وبحوله لشكل تاني، بس انت مش هتحولها له برسمه بقى، هتاخد المعادله بتاع الشكل ده وتحولي له معادله تانية. المعادلة التانية دي مكونة من ساين وكوزاين، لأن ده فورير سيريز، تمام؟ طيب معادلة الشكل ده أصلا اللي أنت هتحوله ده إيه؟ هو مديني رسمة بس مش مديني أي حاجة. عادي يا عم، هتجيب المعادلة من الرسم. أيوة، بتجيب المعادلة من الرسم إزاي؟ إيه اللي بيتكرر هنا؟ في ناس تبص كده تقول لك المثلث ده، وفي واحد يقول لك لا ده الخط ده والخط ده واصل بينهم، وفي ناس تقول لك الخط ده والخط واصل بينهم. ماليش دعوة بالكلام ده، احنا هناخد الخط ايه ده، او مثلا ده اي خط، تمام؟ ناخد الخط ده مثلا، تمام؟ او هو ده، مش فارقه كتير، تمام؟ ناخد الخط ده ونجيب المعادله بتاعته. معادله الخط بتساوي ايه؟ ارجع كده بثانويه، ص بيساوي م س زائد ج. ص اللي هو محور الصاد بيساوي م س، الميم دي اللي هي كانت الميل، س دي اللي هو محور السين، زائد الجيم ده لو جزء مقطوع زياده، تمام؟ مفيش هنا جزء مقطوع زيادة، فالصاد بيساوي ميم س. الصاد اللي هي الاف اوف تي بيساوي الميم اللي هي الام عادي، السين السين هنا اللي هي التي، تمام؟ فدلوقتي الاف اوف تي بيساوي ام في التي، تمام؟ ام ده انا هجيبه ازاي؟ ده اللي احنا نحسبه بقى، الميل هو فرق الصادات على فرق السينات. فين الخط اللي خدته اهو؟ فين النقطتين بتوعه؟ صفر وصفر، وهنا كده مثلا حاجة واربعة اللي هي مثلا في النص. ما هو ده قد دي، لو قسمناه نصين يبقى هنا باي واربعة. يبقى انت دلوقتي عندك نقطتين، صفر وصفر وباي واربعة. تجيب فرق الصادات بقى على فرق السينات، اللي هي اربعة ناقص صفر على باي ناقص صفر، هيطلع اربعة على باي، ده اللي هو الميل اهو. يبقى الاف اف تي بيساوي اربعة على باي تي. دي كده المعادلة بتاع السيجنال اللي داخلة لك يا عم، عشان الناس اللي كانت بتسأل المعادلة بتيجي ازاي. تمام، خلصانة خلصانة يا معلم. تعالى نشوف بعده بيقول لك ايه، ملناش دعوة باللي هو بيقوله لك دلوقتي. بيقول لك ايه اهو كده، بيقول لك ال اف تي بيساوي اربعة تي على باي. طيب الفترة بتاعته ايه؟ انت دلوقتي خدت الاشارة اللي بتتكرر فين؟ دي راحت فين؟ بتاع مقلوب عربي بيزاولني انا. انت خدت الاشاره بتاعتك اللي بتتكرر من فين لفين؟ من هنا لهنا، يبقى دي الانترفال بتاعتك. يبقى الفتره بتاعتك من صفر لباي، يعني التي اللي هو الزمن الدوري بتاعك كام؟ من صفر لباي، يبقى باي ناقص صفر اللي هي باي، يبقى التي بكام؟ بباي. ايه ده، خلينا بس ايه واحده واحده. من صفر لتي، من صفر التي من صفر لباي، يبقى التي بيساوي اتنين باي. لا، هو المفروض التي بيساوي النهاية ناقص البداية. انا خدتها من صفر لباي، واحدة تصاعدية واحدة تنازلية، خد الفترة دي كلها، يبقى من صفر لاتنين باي، وجاب دي كده. بس لو جاب معادلة السيجنال دي، لو جاب معادلة النازلة دي، هتبقى اتنين باي وصفر، وهنا باي واربعة، يبقى صفر ناقص اربعة على اتنين باي ناقص باي، يبقى سالب اربعة على باي، يبقى هي هي بس بالسالب، تمام؟ يبقى هو ياخد الفترة دي كلها من صفر اللي بالاتنين باي، يبقى الزمن الدوري اللي هو الموجة كاملة اللي هتتكرر فيه. مين الموجة اللي بتتكرر؟ الموجة دي كلها على بعضها، فهياخد الفترة دي كلها. أي تلزيق، التي بيساوي اتنين باي، تمام؟ الدبليو دوت اصلا قانونها اصلا بيساوي ايه عشان اجيبها اخرى؟ بيساوي اتنين باي على التي، ده قانون الدبليو دوت اصلا، اللي هي السرعة الزاوية. اتنين باي على تي، التي بكام؟ باتنين باي، يبقى الدبليو دوت هتطلع بواحد. جميل، دي كده اساسيات كتبناها، دي ملهاش اي لازمة، اللي لازم هنستخدمهم بعدين. بس الاساسي بقى ان احنا ايه، احنا عايزين نجيب معادلة السيجنال اللي احنا هنطلعها اللي هي الفورير سيريز. عشان اوصل للاف اوف تي اللي هي الجديده اللي هي الفورير سيريز، لازم انا اجيب ثلاث حاجات، الاي دوت والاي ان والبي ان، او بيقول على الاي دوت ساعات اي في، مش فارقه كتير. قانونهم بيساوي ايه بقى؟ قانونهم بيساوي الاي دوت بيساوي
اتنين على تي تكامل من ايه ده؟ هيجيب لي الضغط والله. هو اللي انا فاكرهم، خلينا بس في اللي انا فاكره، سيبك من اللي هو كاتبه ده، انا مش فاكر هو كاتب كده ليه، بس هو اكيد مجزأة يعني. خلينا في اللي انا فاكره اقوله لكم الاول من داتا كوميونيكيشن. كان الاي دوت او الاي في بيساوي واحد على تي تكامل من سالب تي على الاتنين لتي على الاتنين اف اوف تي، تمام. هو خد هنا النص الاولاني اكيد، اللي هو ايه، النص الموجب من صفر لتي على الاتنين، بس حط اتنين دي ليه اهو، ده كان واحد وضربناه في اتنين عشان ايفن. طيب حلو، حته الايفن والاود. انت دلوقتي مش دي هي هيها دي عشان ايفن؟ مش احنا قلنا هناخد الفتره من صفر الباي، وبعدين قلنا خليها من صفر لاتنين باي لانها هي هياها بس بالسالب. طب ما هي دي اشاره زوجي، مش دي اشاره زوجي حوالين محور الاكس، حوالين محور الواي. لو احنا زحزحناها شويه وجيناها هنا، مش اللي على اليمين هو اللي على الشمال، فدي اشاره ايفن. فبيقول لك في الاشاره الايفن ان اللي تحسبه هنا هو هو هنا، فمش فارقه كتير، فعشان كده خد الفتره من صفر لاتنين باي، تمام. نرجع تاني بقى من ناكد على الحوار ده تاني، يبقى من صفر من صفر الباي ده اللي هو معادله واحده، لكن التي كلها الموجه بتتكون كلها من صفر لاتنين باي، فاتنين باي ناقص صفر باتنين باي. حلو، وهنا المفروض كنا جبنا واحد على تي تكامل من سالب اتنين من تي على الاتنين لتي على الاتنين اف اوف تي، وبعدين كنا قسمناها مرتين اللي هي من صفر لتي على الاتنين وبعدين من سالب تي على الاتنين لصفر. فهو قال لك لا، انا اختصرها في واحده اللي هي من صفر لتي على الاتنين واضربها لي في اتنين، لان هي كده كده الناتج اللي هيطلع هتضربه في اتنين وخلاص خلصت، تمام. فعرفنا كده الاتنين دي جت منين، تمام. الاف اوف تي دي ايه؟ الاف اوف تي دي بقى دي اللي احنا جبناها فوق، من صفر لتاع الاتنين، تمام. ودي الفترة العادية خالص، هو القانون بيقول كده، من سالب تاع الاتنين تحت لتاع الاتنين فوق، واحنا خدنا الجزء الموجب والسالب هنضرب في اتنين وخلاص عشان اشارة ايفن، تمام. يبقى اتنين على التي جبناها بكام؟ باتنين باي، اهو اتنين على اتنين باي، من صفر تي على الاتنين تي على الاتنين التي بكام؟ احنا جبناها باتنين باي، يبقى اتنين باي على الاتنين، فهالباي يبقى من صفر الباي، جميل. ونحط الاربعة تي على باي، دي اللي هي الاف اف تي، نعوض مكان دي تي، دي كده ايه، هيكامل بالنسبة للتي. طيب تكامل دي ايه؟ مش دي تي عادية، بزود الاس واحد واقسم على الاس الجديد، يبقى زود التي واحد دي هتبقى دي اتنين واقسم على الاتنين تحت، تمام. واللي بره بره زي ما هو مش عامل في حاجة. وممكن خلاص نريح دماغنا خالص، ناخد الاربعة على الباي دي ونضربها بره، لان مش لازماني، بس ايه، خلينا واحده واحده نشوف هو عمل ايه. اختصر الاتنين مع الاتنين، جميل. خرج الباي اللي جوه، خرجها بره هنا، فباي في باي بتربيع، حلو، لان دول ثوابت ملناش دعوه بيهم، نخرجهم بره التكامل عادي. اللي يفرق معانا في التكامل المتغيرات اللي احنا هنكمل بالنسبه لها بس، اللي هي التي. فهو خرج واحد على باي تربيع، في هو كامل بقى دلوقتي، كامل التي لتي تربيع، هو ساب الاربعه زي ما هي جوه، ساب الاربعه زي ما هي تي للتي تربيع، وبعدين قسم على الاثنين. وبعدين الخط اللي هو شدولك ده بيقول لك ان انت هتعوض في الفتره اللي على حدود التكامل من صفر لباي، حلو جميل. الاثنين تروح مع الاربعه، يتفضل لك اثنين، يبقى يتفضل لك اثنين تي تربيع على باي تربيع، هتعوض مره باللي فوق ناقص مره باللي تحت، يبقى عوض مكان التي دي بباي، يبقى باي تربيع، يبقى اثنين باي تربيع على باي تربيع، يبقى يتفضل لك اتنين ناقص، هعوض باللي تحت، المفروض اللي بقى معانا اتنين تي تربيع على باي تربيع، هعوض بالتي بصفر، يبقى الاتنين في صفر بصفر على صفر في صفر، يبقى اتنين ناقص صفر باتنين، جميل. اللي توه في الحتة ده عشان ما انا بقول من دماغي، انا طبعا انا فاكر الحاجات دي. يرجع الفيديو ويقوم جاي ايه، يكتب ورايا كلمة بكلمة كده، هو هيجمع اللي انا بقوله يعني، تمام. العلامة دي معناها ان هو ايه، هيعوض. المفروض انتوا فاهمين حاجة زي كده يعني. المهم كده احنا جبنا الاي دوت، الاي ان بتيجي ازاي؟ نفس الفكرة، المفروض قانون الاي ان، سيبك برضك من ده، القانون الاي دوت بواحد على تي تكامل اف اوف تي دي تي، وقلنا ضرب في اتنين عشان ايفن. وقانون الاي ان بقى اصلا باتنين على تي تكامل اف اوف تي كوزاين شويه حاجات جواها كده،
طيب ال بي ان ب2 على تي تكامل اف اوف تي ساين وشويه حاجات جواها كده. طيب هنا برضك عشان ما هي ايفن هياخد بس من صفر لتاع الاتنين واضرب في اتنين، وبرضك هتلاقي البي ان عمل كده هياخد من صفر لتاع الاتنين واضرب في اتنين عشان ما ايفن، فاللي على اليمين زي اللي على الشمال فمش فارقه كتير. طيب يبقى من صفر لتاع الاتنين، وقلنا الاربعه دي جت ازاي؟ اتنين بتاعت القانون اصلا، وفي الاتنين اللي هو ايه بتاع الايفن، اف كوزاين ان دبليو دوت تي تكامل بالنسبه للدي تي. طيب التي هنعوض مكانها وكل حاجه نعوض مكانها، والدبليو دوت احنا جبناها فوق، الان دي نسيبها دلوقتي مالكش دعوه بيها، والتي زي ما هي هنعوض بس بالدبليو دوت، والاف اوف تي هنحط مكانها التكامل اللي هي المعادله بتاعتها اللي احنا جبناها فوق. طيب بعدين تكامل هنخرج اللي احنا عايزين نخرجه هنا، هنخرج الاربعه على باي دي هيتفضل لك تي كوزاين ان تي. بص بقى يا سيدي، دي له قوانين يعني المفروض كاتبها فوق هنا كده، ده تكامل له تكامل كده، له قانون تكامل. فحوارات التكامل بقى عيش مع نفسك انت وهو فيه، يعني انا والله ما فاكرها، يعني انا كعمر مش فاكرها. ايه ده، استنى، تي كوزاين، استنى بس انا فاكر، استنى كده، ده ايه، اكس كوزاين، هو ده تي كوزاين بالنسبة للتي. هو ده، التكامل بالتجزيء، الاي بيساوي يو في ناقص تكامل الفي دي يو. اهو بص على القانون برضو هتفهموه. وخلصنا يا معلم، خلينا بقى ايه نجيب مثال كمان ونشوف المعادلة بتاعته عشان ايه الوش. مسألة زي دي كده برضو اهو، انت دلوقتي هتاخد فترة، هناخد مثلا الفترة دي فين الخط اللي بيتكرر او فين الحاجة اللي بتتكرر، خلي بالك دي اشارة ايه، حوالين محور البتاع ده متشابهة، والله يا ايفن وقض في نفسه. لو النقطة دي جت هنا كده يبقى اللي تحت ده قصاد اللي ده، وده هي دي، لا مش ايفن دي اود، تمام دي اشارة اود. بقول لك ايه، هات لي الفورير سيريز بتاعتها، دي اود فانكشن، تمام. انا عايز دلوقتي هاخد الخط ده مثلا كان، واجيب المعادلة بتاعته، تمام، الخط المايل ده، فصفر وصفر وواحد وواحد، هقول برضك صاد بيساوي ميم سين، واطرح واجيب الميل، واحد ناقص صفر على واحد ناقص صفر هيطلع الميل بواحد، يبقى الاف اوف تي بيساوي التي، تمام. يبقى انا هاخد من صفر لاتنين دي على بعضها بقى، لان دي هي بتتكرر، تمام. فانا هاخد من صفر لاتنين، هاخد الاشارة كاملة اللي بتتكرر، بس لما باجي اجيب المعادلة باخد واحدة بس اجيب لها المعادلة. حلو حلو، يبقى كده جبنا الاف اوف تي. عايزين نجيب الانترفال، هي فين السيجنال اللي بتتكرر، دول الاتنين دول مع بعض، يبقى من صفر لاتنين، يبقى التي بكام، اتنين ناقص صفر، يبقى التي كابيتال باتنين. طيب الدبليو دوت بيساوي ايه، اتنين باي على التي، اتنين باي على الاتنين فهالباي، يبقى الدبليو دوت بيساوي باي. تعالى نحسب، بيقول لك يا سيدي لما تكون السيجنال اود يبقى الاي في او اللي هي الاي دوت والاي ان بصفر، كده وفر لنا، يبقى مش هنجيب الا مين، الا البي ان. جميل ولذيذ. هو بيقول لك هنا مش عارف ايه كده، ملناش دعوه، بيقول لك من سالب واحد لواحد، هو بدل ما انا خدت من صفر لاتنين هو خد من سالب واحد لواحد، مش فارقه، هي اي واحده بتتكرر فيهم وخلاص وتجيب الفرق، والدبليو دوت جابها هو واتجابها اهو كده، بقى مش هيجيب الاي دوت ولا الاي ان، هيعوض على طول في البي ان، وقانون البي ان بيساوي اتنين على التي. حلو، بس هيضرب في اتنين بتاعة الاود، ماشي، من صفر لده، وهيقول لك اف اوف تي ساين ان دبليو دوت تي، البي ان بتجيب ساين لكن الاي ان كوزاين، تمام، وتعوض بقى وتعيش حياتك عادي خالص. والله اللي عنده مشكلة في حاجة من دول يبقى يقوله خلاص، تمام. يلا سلام عليكم.